السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتي قناة سلوى الفهد. النهاردة إن شاء الله هنقدم لكم فيديو جديد خالص كده جدا، ملوش دعوة بالطبخ بقى وكده. دي مشترياتي، أتمنى إن هي تعجبكم. دي دلوقتي أنا جايبة هوك حجمه 28، نوع يعني جميل كده هوت، وجايبة اللون البينك حلو، والسباتولا ديت اللي أنا جبتها واستخدمتها واستخدامها جميل بصراحة. ده برضو هوك، بس هوك ألمونيا، شكله جميل برضو، هيبقى حلو في القلي الحاجات اللي هي عايزة زيت غزير. دي بقى طاسة صغنونة كده هوت بيد، دي أنا جايباها بصراحة للتومة، لطشة التومة بتاعت الملوخية. دي مصفة برضو نوعها جميل، طاسة يد، مصفة يد صغيرة للتصفية، تصفية بقى العصاير او المشروبات. ودي برضو الشيالة اللي بشيل بيها المكرونة بشاميل او الكيك او اي حاجة يعني كده هوت، او تورتاية لو هشيل القطعة، بتسهل برضو، جميلة جدا. دي برضو تابلوهين زينة كده لونهم عاجبني كده بينك، قلت استخدمهم للمطبخ كديكور، شكلهم جميل برضو عجبوني. وده بقى ده الويسك اللي هو المضرب الصغير، عشان بيبقى فيه حاجات كميتها صغيرة كده بحتاج ان انا اقلبها، والمضرب الكبير بيطيرها اثناء التقليب، فجبت ده قلت ده مناسب. دي برضو صينية عجبتني كده هوت للتقديم الشاي، او هعرض عليها برضو اكلات صغيرة، كيك، اي حاجة بسيطة. دي برضو اطباق جبتها عجبتني قوي، قلت ان ايه لو في عيد ميلاد او مناسبة تبقى حلوة اول الاطباق ديت، بدل الاطباق الفل او الورق اللي انا بجيبها في عيد الميلاد وكده بنستخدمها وبنرميها وكده، دي بقى جميلة تبقى حلوة، استخدامها جميل جدا وتبقى شيك اثناء التقديم، وخفيفة وما بتاخدش مكان ولذيذة جدا. يعني جبت منها مجموعتين، المجموعة كانت عبارة عن 6 اطباق. ده بقى ده هنا بقى الكب كيك، جايبة منه 2، جميل جدا برضو كنت هستخدمه، عامل كب كيك كده صغير جميل كده اثناء العيد ميلاد او الاحتفالات. هنا برضو المصفة ديت، مصفتين حلوين جدا للرز، تحطي الرز كده وتغسليه، بس انا ما بغسلش رز يعني غزارة، يعني انا افضي الكيس و يعني احط له يعني حبة مية صغننين كده، يعني مش غسيل غسيل. هنا الجلافز دوت جبت 2، نوع حلو قوي طبعا عشان يستر الايد بصراحة للاخر، انا جايباه بصراحة بسبب كده بالذات، عجبني لونه وشكله حلو، كمان مبطن من جوه، كمان عشان لو هستخدمه في الفرن ولا حاجة عشان ما تلسعش، فجميل برضو. برضو جبت طبق الجميل دوت، لونه اورانج كده حلو جدا عجبني، انا استخدمته على فكرة في القناة، عجبني قوي قوي كتقديم او بعرض فيه حاجة حلو جدا. هنا دول 2 ماسك عشان الفرن، ده طبعا سيليكون، نوع جميل جدا وحلو، بحيث لو انا همسك الحله مثلا وهي على البوتاجاز سخنه جدا، او مثلا هفتح الفرن هطلع الطاسه منها تبقى لذيذه. يعني دي فرشه بصراحه الراجل عشان ضحك علينا في الاسعار فادهنا عشان ما يحسش بالذنب. دي بقى بتاعه الخيار، لو انت هتدخل خياره جوه وهتعمليها هتبقى زي شكل حلزوني كده. ده كب كيك برضو جميل جدا، بريوش حلو، هعمل فيه كيك، او مثلا هستخدمه في ان انا ازين بيه الرز اثناء التقديم، بعد ما اجهزه يعني كده هوت، هقدمه في الطبق بالشكل دوت، هحط الرز في قلب الطبق واروح ايه قلباه يديني الشكل الجميل دوت. طبعا دي مشتريات رمضان بقى، كل سنه وانتم طيبين، انا قلت ايه اجدد مطبخي شويه واغير شكل الادوات اللي انا بستخدمها. وياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك والشير والسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.
هنا دوت الوعاء دوت عشان منظمات للمطبخ، تحطي بقى فيها البقوليات او الرز او السكر دقيق، الحاجه اللي انت عايزاها، ما بياخدش مساحه لان هو بالطول ومش مدور، المدور بياخد مساحه كبيره جدا، لكن ده كنز هترصيه كذا واحد جنب بعض مش هياخد مساحه، جميل جدا وشكله حلو وشيك كمان اثناء الرص في المطبخ، بيبقى شكله جميل جدا بصراحه. دي برضو مصفة تانية انا جبتها واتصدمت ان انا جايبة ايه زيها، يعني ده انا كمان جايبة نفس المقاس، يعني اتصدمت ان انا جايبة نفس المقاس، نسيت خالص ان انا جبت منها، يا ريتني كنت جبت مقاس اكبر شوية. ده بقى المشبك ده بقى تحفة، عشان ساعات احنا لما بنيجي، مش انا بصراحة انا بربط على طول، لو مثلا فتحتي الكيس خدت منه حبة رز مثلا او مكرونة او سكر، ولو سبت الكيس او مثلا ربطتي عليه تحس انه بيتدلي او مش امان، فالكليبس دوت امان اكتر ليه، يعني جميل جدا الكليبس دوت ان انت تحطيه على الكيس او على الطرف اللي هو الكيس اللي انت فتحتيه، وتروح قافلة عليه كده الكليبس، بيبقى تحفة. بصي يعني انا هقلبه كده ما بيتدلقش، يعني مش عشان انا ماسكاه، فعلا لو قلبتيه مش هيتدلق، تحفه وجميل يعني، عجبتني اول فكره، هي قديمه جدا بس ايه قلت اجدد يعني. دي برضو صينيه قلت برضو اجيبها اقدم لكم فيها اكلات يعني وكده، ممكن استخدمها وكده، او ممكن برضو تستخدميها في الفطار او العشاء، هي والصينيه ديت برضو اللي حجمهم حلو، شكلهم حلو جدا ورقيق وبسيط يعني، وسعرهم حلو جدا على فكرة. ادوات بسيطة وفي نفس الوقت ايه يعني مش مكلفة، مش قوي يعني، في نفس الوقت تغيري من شكل المطبخ شوية، هي بصراحة مفيش حاجة مش مكلفة. انا كده بحاول ارسلكوا بس الحاجة عشان ايه لما اخلص كده الرص تبان كل الادوات الموجودة قدامكم. رمضان بقى كل سنة طيبين، الواحدة بتحب ان هي تجدد بقى من الادوات بتاعتها بتاعت المطبخ بالذات، تحس ان المطبخ ده بالذات اللي على طول بيتجدد. انا كده بعرض لكم الحاجة كده، برضه انا كنت جايبه غيرت الاطباق كلها اللي هي في المطبقيه، جبت زي نص طقم كده ملامين حطيته، انا عندي الملامين في وعندي حاجات كده حطها في النيش، بس قلت استخدام المطبخ نفسه، طبعا رحت ايه يعني غيرتها كلها بصراحه، نسيت اعرضها لكم، بس شكلها حلو جدا يعني، ومناسبه كمان لشهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين يعني. ودي كانت مشترياتنا النهارده، اتمنى ان هي تعجبكم وتنور رضاكم، ويا ريت ما تنسوناش من اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويا ريت كمان لو اكتر ان انتوا تشاركوا الفيديو مع اصحابكم او حبايبكم كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.